مش كتير اللي يعرف عنه معلومات عن حياته الشخصية، لدرجة انه حتى لما اتجوز ما تعرفش الموضوع غير بالصدفة، ولسه لحد النهاردة ما طلعش علق على الموضوع تماما. بس ده ما يمنعش انه من اثرياء الوسط الفني، واللي ثروته تقدر بالملايين. الثروة بقى المرة دي اللي جايين نحكي لكم عن تفاصيلها هي ثروة الفنان مصطفى شعبان، اللي قرر انه يبقى رجل اعمال طول السنة ويشتغل فنان شهر واحد بس. ما هو اللي ده طعم الملايين والسفر لكل بلاد العالم، لازم يحب الفلوس وكل حاجة وأي حاجة تخلي الملايين دي تزيد. وده بقى لأن مصطفى شعبان قرر إنه حتى التجارة بتاعته تبقى رايقة زيه، والشغل بتاعها يبقى عايز بالرايق ويروح المزرعة. أيوة المزرعة، ما هو مصطفى شعبان عنده مزارع خيول وبيبيع من خلالها خيل ويشتري، وهي عجلة ودايرة، والسلالات اللي بيبيعها ويشتريها دي من أغلى السلالات في العالم، وعلشان كده دي طبعا تمن الواحد فيهم بيعدي الملايين. وعمل بقى من المزرعة بتاعت الخيل دي ملايين مستريحة من غير اي مجهود، غير انه بيطلع يشتريها ويبيعها، وده بيحصل طبعا من كل والكل دول العالم. بس مش دي مصدر ثروة مصطفى شعبان بس، لا ده كمان عنده مصادر تانية كتير، لانه يوصل للرقم اللي وصله واللي هو 450 مليون جنيه. ايوة ده هو الرقم التقريبي لثروة الجان مصطفى شعبان، وعلشان كده هو يدوب مسلسل بس اللي بيعمله في السنة، ومش عايز حاجة تاني من التمثيل، ما هو اصلا مش فضيله. تعالوا بقى هفهمكم هو ليه مش فاضي للتمثيل. الخيل ما كانش مصدر الرزق الوحيد والمشروع الوحيد في حياة مصطفى شعبان، بالعكس تماما، ده واحد من المشاريع الكتير اللي هو عملها خلال السنين اللي فاتت، واللي كان منها مجموعة مطاعم، واللي بدأت بمطعم واحد ومن نجاح واحد للتاني. الدنيا مشيت وبلية المطاعم لعبت معاه على الاخر والعجلة دارت. ومش بس كده، لا ده كمان في شركة استيراد وتصدير للاجهزة الكهربائية. ايه بس يا عم مصطفى، ما سبتش حاجة ما تجرتش فيها؟ بس استنوا، الموضوع ما وقفش على كده خالص، لا ده كمان عنده شركات سياحة من اكبر شركات السياحة في مصر. ايوة، ومع كل ده بقى مصطفى شعبان هو اللي بيدير كل حاجة بنفسه، امال هو مش فاضي ليه ومحدش يعرف عنه اي حاجة؟ ده كله طبعا غير فلوس التمثيل اللي بياخدها مصطفى شعبان عن كل عمل بيقدمه، واللي وصل خلاص ل 30 مليون جنيه في المسلسل الواحد، وده كان الاجر اللي اخده في مسلسل المعلم اللي قدمه في شهر رمضان اللي فات، واللي حقق نسبة مشاهدة كبيرة على القنوات اللي اتعرض عليها، وده لان الناس بقت تستنى النوع ده من المسلسلات، لانه نجح انه يكون بطل شعبي وعمل لنفسه مكانة وجمهور في الحتة دي. مصطفى شعبان اللي بيقرب ليه عارف انه شخصية عملية جدا، وشغله عنده رقم واحد، وعلشان كده هو مش متواجد في اي مكان عام او مناسبات كتير، وده طبعا علشان يدير الملايين اللي عنده. ما هي الملايين بتجيب الملايين، وحقه طبعا ما يظهرش، وده لان هما الاتنين اوقات بيتاجروا في الخيل مع بعض، وكل واحد فيهم بيزور التاني في المزرعة بتاعته. حتى جواز مصطفى شعبان من هدى الناظر مديرة الأعمال السابقة لعمرو دياب كانت حاجة في منتهى السرية، والأخبار ما تعرفتش عن الموضوع إلا بعد كذا شهر من الجواز، واتقال إنه ما أعلنش بسبب تعب والده ووالدته، وعلشان كده كل حاجة جت بسرعة. بس من غموض مصطفى شعبان لحد النهاردة ما طلعش علق على أي حاجة ليها علاقة بجوازه أو حتى عدم جوازه، لأ بالعكس كأن الكلام مش عليه أصلا، ما هو دي طبعته اللي الناس اتعودت عليها منه، وهو بقى مكبر دماغه على الاخر. انتوا بقى قولولنا، كنتوا تتوقعوا ان مصطفى شعبان عنده كل المشاريع دي ولا اتصدمتوا؟